تفاصيل أكثر عمقا مع دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية. دكتور إكرام أهلا بحضرتك في هذا الصباح. أهلا بحضرتك أستاذ رامي والسادة المشاهدين. يعني عايز أرجع لجزئية ذكرت في الخبر ما بين جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية بالانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية لوقف إطلاق النار وبين احتواء محاولات توسع الصراع فعليا. يا دكتور بدر يعني أين تقف الآن القضية الفلسطينية أو في أي محطة تقف الآن القضية الفلسطينية من وجهة نظر حضرتك؟ يعني خلينا نقول أن القضية الفلسطينية الآن هي في موقف ممكن نطلق عليه سباق بين جهود التهدئة والوصول إلى حل وبين مسار آخر وهو تفاقم الصراع وتزايد حدته وخروجه عن السيطرة. وإحنا شوفنا في الفترة الأخيرة الحقيقة توترات شديدة حدثت في المنطقة يعني سواء في التوتر بين إيران وإسرائيل أو الأعمال الاغتيالات اللي قامت بها إسرائيل لكبار مسؤولين سواء في حماس أو في حزب الله. شوفنا ضربات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله. شوفنا أيضا يعني إعلانات من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بأهمية الوصول إلى حل. شوفنا زيارة لوزير خارجية الفرنسي إلى لبنان. إذن هي دي كلها المحاولات اللي بنسميها محاولات الاحتواء. في النهاردة مؤتمر سيعقد بتحضره الأطراف المعنية والدول اللي هي بتقوم بجهود الوساطة وهي مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة. الخطورة هنا أن المشكلة لم تعد تقتصر على الأطراف المباشرة يعني على إسرائيل والفلسطينيين وإنما الخطورة هي التداعيات التي تحدث في الإقليم وتحدث في المنطقة. وشوفنا يمكن مؤشرات قد تكون غير مطمئنة شوية في الفترة الأخيرة زي تعزيز الأساطيل الأمريكية في المنطقة زي تصاعد التصريحات من جانب إسرائيل. كل دي عوامل الحقيقة تستدعي بذل مزيد من الجهد ودور مهم للوصول. عوامل تشير يا دكتور إكرام للاستعدادات للتوسع الصراع في الإقليم. طبعا ده اللي أنا بقصده وخصوصا أن في أيضا استعدادات من جانب إيران وفي استعدادات من جانب إسرائيل وإسرائيل تعلن أنها مستعدة لكافة السيناريوهات. إذن هي دي الفكرة أن الخطورة الآن أن الأمر لم يعد يقتصر على الأطراف المباشرة وإنما الخطورة هي في اتساع الصراع انجراف أطراف أخرى في الإقليم فيه ويكون لذلك تداعياته الخطيرة سواء الإقليمية أو الدولية وسواء من الناحية السياسية أو الناحية الأمنية أو الناحية الاقتصادية. يعني دكتور إكرام نحن الآن نعيش السيناريوهات التي حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اندلاع الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والقصف وحرب الإبادة التي تقوم على القطاع في إبادة الأشقاء ونحن نتابع ونحاول جاهدين في رصد كل ما يتم على الأرض ونحاول أيضا بالجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل لوقف إطلاق النار. يعني الدولة المصرية بجهودها كيف ترصد المكانة التي وضعنا فيها العالم مع الجهود المصرية الفعلية على الأرض والمحاولات بل والسيناريوهات التي حذر منها الرئيس والآن يعيشها العالم ونعيشها نحن الآن بالفعل في ظل ما يحدث في سياق ومسار القضية الفلسطينية؟ ده صحيح. وخلينا نقول أن الدولة المصرية والقيادة المصرية حذرت ومنذ بداية هذا الصراع يعني من أكثر من 10 شهور مضت كانت مصر تحذر دائما من خطورة عدم احتواء هذا الصراع وأن الصراع ده يمكن إذا لم يكن له حل يمكن بين الفلسطينيين وإسرائيل ووجود حل للقضية الفلسطينية حل سياسي فإن إذا لم يحدث ذلك فإن الخطورة أنه يمكن أن تنجرف فيه أطراف أخرى من الإقليم وده اللي احنا بنشهده الآن واللي شاهدناه حتى في الفترات السابقة بالفعل. يعني احنا شفنا ان في ضربات متبادلة بين اسرائيل وايران في فترات سابقة
شوفنا ان في حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين ايران. شوفنا الموقف في البحر الاحمر والتداعيات التي حدثت وتأثيرها على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وانعكاسها على اقتصادنا وتجارتنا بشكل عام سواء في افريقيا او الدولة المصرية. بالتأكيد يعني بقول انعكاسها على الاقتصاد العالمي، بقصد انعكاسها على الاقليم، انعكاسها على كل الدول اللي موجودة في الإقليم. إذن كل دي تداعيات وكانت مصر دايما بتحذر منها. ومن هنا أيضا نستطيع أن احنا نقول أن من المهم إيجاد حل سياسي لهذا النزاع اللي طال أمده الحقيقة. القضية الفلسطينية دي مرت عليها فترة زمنية طويلة دون حل، وهي سببت كثير من الصراعات في المنطقة، وآن الأوان أن يتم احتوائها وإيجاد الحل السياسي وفق لقرارات الشرعية الدولية وإيجاد وإنشاء الدولة الفلسطينية على المناطق اللي احتلت من فلسطين 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. دكتور إكرام، أخيرا من المستفيد من استمرار هذه الأزمة في 30 ثانية من وجهة نظر حضرتك؟ يعني بالتأكيد الفلسطينيين غير مستفيدين. أكيد بالتأكيد قد تكون هناك استفادة للحكومة الإسرائيلية الحالية في إطارة الأزمة، بل واستمرارية لوجود نتنياهو في منصبه كرئيس للوزراء من اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل. ده صحيح، ده اللي أنا بقوله إن هي دي الطرف المستفيد. دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية للحديث، بقية استمعنا لتحليلك لمجريات الأمور والجهود المصرية المبذولة لحل القضية الفلسطينية. بشكرك على وجود حضرتك معنا في هذا الصباح.